جرب انزل على السوق بعد ما تقرر انك راح تشتري جهاز لابتوب، راح تتفاجأ انك قدام عشرات من الخيارات لأجهزة اللابتوب، انواع، فئات، شركات ومواصفات لهذه الأجهزة. فاليوم معنا احد هذه الخيارات من HP، جهاز لابتوب رخيص مواصفاته ممتازة للناس اللي راح يستخدموا جهازهم للتصفح، دراسة، استخدام عادي. معاينة سريعة ومراجعة لهذا الجهاز في هذا الفيديو، خليكم معي. محتويات الصندوق سريعا، هذا هو اللابتوب زي ما انتم شايفين. بطبيعة الحال اللابتوب راح يكون بإطار من الفلين حتى يقاوم الصدمات اللي بتكون نتيجة التحميل والتنزيل لهذه الأجهزة، وهذا هو الشاحن، وهنا في دليل الاستخدام وكتيب الإرشادات. نظرة سريعة على هالجهاز بنشوف انه الجماعة عاملينه بشكل كلاسيكي وما في اي شيء مميز، سواء من الجانب الامامي او الخلفي ما في اي اضافات تذكر، سواء انه الجزء الخلفي جاي بشكل مصمت مع وجود ثقوب للتبريد وسريان التيار الهوائي، زي ما انتم شايفين ما في اي اضافات. وبنلاحظ انه البطارية في هذا الجهاز بتصميم البلت ان، يعني بتكون ببنية الجزء الخلفي من الجهاز وما بتقدر تفكها الا اذا فكيت البراغي اللي بتكون في الغطاء الخلفي لحتى تستخرج هاي البطارية. في الحديث عن البطارية فهي من نوع الليثيوم، ثلاث خلايا بسعة 41 واط، اللي اخذت مني ساعة ونص الى ساعتين حتى وصلت ل 100% باول شحنة طبعا، وبتعطيك استخدام يصل الاربع ساعات بشكل متواصل على الشحنة الواحدة. جيد. المواصفات التقنية لهذا الجهاز جاء بمعالج الكور اي 3 جيل العاشر من انتل. في اقوى من هذا المعالج؟ نعم موجود، لكن برأيي هذا المعالج ممتاز جدا لهاي الفئة اللي اصلا من الاساس هذا الجهاز موجه لهم، الناس اللي بدهم يستخدموا اوفيس، وورد، ملفات البي دي اف، تصفح الانترنت، مشاهدة الافلام، الفيديوهات، جوجل كروم، ويعني الاستخدام الطبيعي والعادي، وطبيعة عملهم ما بدها برامج ثقيلة وضغط على موارد الجهاز. هذا المعالج نواتين اربع مسارات كافي لهذا الاستخدام. جنب هذا المعالج في عندك 8 جيجا بايت من رام DDR4 بسرعة 2666، هذا الشيء اللي بيعزز أداء هذا اللابتوب، وباب التطوير مفتوح أمامك من جهة الرام، يعني بإمكانك تضيف كمان حبة رام 8 جيجا لحتى تصير عندك الإجمالي 16 جيجا بايت على هذا الجهاز. والشيء اللي بيعزز بشكل كبير جدا الأداء في هذا اللابتوب، التخزين الموجود فيه 256 جيجا بايت SSD بسرعات الـ NVMe، سرعات سريعة جدا. المستخدم العادي عادة ما بيحتاج هاي السرعات، لكن وجودها بهذا اللابتوب يعزز الأداء بشكل كبير، وما راح تشعر بأي نوع من أنواع التعليق أو البطء، الجهاز راح يكون سلس مثل المي بين إيديك. الكيبورد لطيف وإحساس الكبسة واضح جدا، وهالشيء اللي قد يكون مزعج أو غير مريح في بعض الأحيان أثناء الكتابة بشكل سريع، يعني ضغطتك على الكبسة بتشعر فيها بشكل واضح وملموس. التاتش باد واسعة وبتعطيك حريتك في الاستخدام، واستجابتها سريعة ودقيقة ومرتبة، أمورها طيبة. ما في أشياء إضافية من حيث الأزرار، فقط كبسات تحكم بالسطوع وأزرار الصوت والميديا والأزرار الأساسية بأي جهاز لابتوب. الجانب من اليسار يحتوي فقط على مدخل شاحن سمارت زي ما انتم شايفين، ومدخلين USB Type-A، ما في أي مداخل لجين 3. طبعا هالشيء الجماعة عوضوه بمدخل تايب سي، بامكانك استخدام هذا المدخل لنقل البيانات بسرعات تصل 5 جيجا بت في الثانية. وبنلاحظ وجود مدخل HDMI بالاضافة لمدخل SD كارد ومدخل جاك للهيدسيت او المايك اذا بتحب. طبعا الناس اللي بيحبوا يستخدموا CD-هات في الاجهزة، هذا الجهاز ما في يقارئ للCD-هات او DVD درايف، يعني بدك تستخدم الفلاش، بتوقع انه بطل حدا يستخدم CD اصلا. الجهاز بيجي راكب عليه ويندوز 10 هوم ونسخة مايكروسوفت اوفيس اصدار 2013، طبعا نسخ اصلية، ولقيت فيه متصفح الجوجل كروم والفايرفوكس والبي دي اف ريدر، يعني البرامج الاساسية لكل المستخدمين. بالنسبة للشاشة في هذا اللابتوب فهي ليست فل اتش دي، نعم الشاشة هي اتش دي، وهذا الشيء اللي ازعجني بصراحة، كونه هذا الجهاز موجه لفئة الطلاب خلينا نحكي، فمن حيث راحة العين وهذا الجهاز ممكن يكون يستخدم لساعات او فترات طويلة، فانا بشوف انه يعني شاشات الـ HD خلاص مر عليها الزمن وراح، حاليا راح نوصل لمرحلة انه شاشات الـ 2K راح تصير هي الستاندر في الاجهزة، فاقلها يكون في شاشة الفول HD، هذا الشيء اللي شعرت انه لازم يكون احسن من هيك. مقاس الشاشة زي ما انتم شايفين 15.6 انش. هذا الجهاز جاء بوزن 1.7 كيلو، يعني خفيف جدا، او بتحطه بجيبتك وبتركض ما في عندك مشكلة.
لاحظوا أصلاً على سماكة هذا اللابتوب، يعني لا تتجاوز 3 سنتيمتر. آخر شيء راح أحكي عنه الكاميرا. كاميرا هذا اللابتوب هي HD، ما كانت فل اتش دي، بس تفاجأت انه وضوح الصورة اللي بتعطيك اياها هاي الكاميرا، يعني تقريبا ما شعرت انه في هالاختلاف الكبير بين هاي الكاميرا وكاميرات الويب كام اللي بتكون بشكل خارجي. واخر شيء راح احكي عنه السعر، 420 دينار اردني سعر هذا الجهاز. راح اكتب سعر بالدولار في هذا المكان. هل السعر مرتفع؟ بصراحة بهذا الوضع يعني الاسعار كلها حاليا مرتفعة، بشوف انه هذا السعر منطقي ومقبول، ويعني سعر مناسب جدا زي ما حكينا للناس اللي بدهم جهاز خفيف لطيف استخدامهم، يعني للتصفح، فيديوهات، دراسة، ما هو استخدام قوي، هذا الجهاز مناسب جدا. الأشياء اللي ما عجبتني في هذا الجهاز، الشاشة تمنيت لونها تكون على الأقل فل اتش دي، يعني الاتش دي زي ما حكينا زمن وراح. الشيء الثاني الكيبورد، لو الكيبورد كان فيه لايت أو فيه إضاءة للكيبورد بصراحة بيطلع الجهاز تحفة جدا ممتاز، يعني ضروري يكون بالأجهزة بهاي الفئات إضاءة، ما هي مكلفة كثير على الشركة، يعني لو تكون موجودة في كإضافة في هذا في هاي الأجهزة بصراحة بتكون إشي جدا ممتاز. والأشياء اللي عجبتني أو شدتني في هذا اللابتوب صورة الكاميرا، زي ما أنتم شايفين صورة الكاميرا واضحة، يعني إذا كنت راح تعمل عليه مكالمات فيديو، دراسة، اجتماعات على زوم، إشي كثير ممتاز وعملي وراح تستمتع. والشيء الثاني الـ NVMe اللي راكب على هذا الجهاز أو سرعة التخزين اللي عليه بصراحة بتعزز الأداء بشكل كبير، يعني كان إشي كثير حلو في هذا الجهاز. وآخر شيء الوزن، لما تحكي عن جهاز وزنه 1.7 كيلو، يعني إشي كثير خفيف وما بغلبك، يعني إذا كنت تتحرك كثير في الجهاز بيكون إشي كثير عملي. خلوني أشوف تعليقاتكم وأراءكم على هذا الفيديو وعلى هذا الجهاز. لايك إذا عجبكم هذا المقطع، ما تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا للمشاهدة، بأمان الله.